ورسول الكريم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. والخاطب سعد أشهد بأنه شاب على خلق وعلى دين. نوصي أن يكون أبا وأخا وزوجا لها. وهذا الديوان لا يمكن أن يرد من أتاه خائفا، ونأمل إن شاء الله بالإجابة والقبول من أخونا وحبيبنا أبو نزار. أبا يعطف عليها، وزوجا يغار عليها، وأخا يحميها. مبروك يا غالي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. الأخوة الحضور جميعا، عشيرة المهدات ومن حضر معهم في هذا الديوان عامر، عشيرة بني هاني ومن حضر معهم مع هذه الجهة الكريمة، أتينا لأمر كريم وهو الزواج. وقبل أن أتحدث عن هذا الموضوع اسمحوا لي بدقيقة واحدة أن أتحدث عن غزة وما يحدث في غزة. ما يحدث في غزة سنة 68 حدث في هذه البلدة. هذه البلدة فقدت ربع مساكنها في 68، وفقدت 30 شهيد في يوم واحد. 39 شهيد. 13/12/68. نعم صحيح. ما شاء الله. فهذه البلدة حقيقة في غارة واحدة فقدت 40 واحد. يعني زي غزة حاليا. صحيح. فنترحم على شهداء الأمة العربية سواء في غزة أو في هذه البلدة. ونعود لموضوعنا وهو الزواج. أيها الأخوة الأكارم، حقيقة رب العزة ورسولنا قال: أمران ما أن تمسكتم بها لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنة رسوله. والكتاب يأمر بالزواج ويحث على الزواج في مواقع كثيرة. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالزواج سكينة ومحبة وطمأنينة وعلاقات ود ومحبة بين العشيرتين. ورسول الكريم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. والخاطب سعد أشهد بأنه شاب على خلق وعلى دين، وأنا تبنيت هذا الشاب منذ التوجيه. دخل جامعة اليرموك في كلية الرياضة وأبدع، وحصل على الماجستير وأبدع، وهو حاليا في الدكتوراه. فنشهد به بأنه إن شاء الله كفؤ لهذا الزواج بإذن الله. ورسول الكريم قال: تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ونسبها ودينها، فاظفر بذات الدين. وعشيرة المهدات تربي أبنائها وبناتها على الدين الإسلامي الحنيف، فإن شاء الله قد ظفرنا بذات الدين وذات الحسب والنسب من هذه العشيرة الكريمة. إخواني الكرام، أتينا اليوم لخطبة شهد أنور نور الدين المهدات إلى ابننا وحبيبنا سعد بني هاني على كتاب الله وسنة رسوله. وهذا الديوان لا يمكن أن يرد من أتاه خائبا، ونأمل إن شاء الله بالإجابة والقبول من أخونا وحبيبنا أبو نزار اللي مهمته اليوم هي إعطاء بنات الحلال إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو مصعب تفضل. بالله عليه يا رجل، فكرت لك انت أبو مصعب أبو حرية. أنا مكبور ترى، بعدين أنا قال واحد سيدي كل خير. بسم الله، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ونسأل الله أن نكون جميعا ممن والاه إن شاء الله. سعادة أخي الكريم الذي أحب، أنت تقود جهة مكرمة ومحترمة جاءت إلى هذا المربع المبارك، فنرحب بكم ونرحب به ونرحب بكم هنا في الداخل والخارج من خلال هذا الرمز المبارك الذي عرفته عن قرب، عرفته وفيا صادقا خلا أمينا مؤمنا. وهذه العشيرة المباركة التي طرحت للنسب هو لتجديد النسب ولتجذيره، فأهلا وسهلا بكم. هذه العائلة التي عرفنا طيبها ووفاءها والتزامها وحزمها وكبرياءها جاءت إلى هذا المكان، فنرحب بكم ونقول لأخينا الذي أنت زكيته ولا نزكي على الله أحدا أنه من خيرة الشباب، فنرحب به ونبارك له. وقد استأذنت وليها أن تكون الموافقة بالإيجاب إن شاء الله. نذكره كما ذكرت أنت قبل قليل: لا يكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. وأنا اللي بعرفه من بني هاني ما شفتش ولا واحد لئيم، والله ما شفت. نوصي أن يكون أبا وأخا وزوجا لها، أبا يعطف عليها وزوجا يغار عليها وأخا يحميها. هذا الثلاثي
الذي ذكرته هو مطلوب من الأخ سعيد. وإلا إحنا ما أعطيناك إياها بمهر لأنها لا تباع وليست غصب، لأنه من لحم أكثر إذا بتصير يمين ويسار، فهي لا تباع. ونحن في زمن كثرت فيه أنواع الزيجات، الزواج العرفي والإداري وزواج الجامعات والصديق والخليلي، ونحن كما ذكر أخونا الكريم أننا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزواج الذي ورثناه عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا بديل غيره. نرحب بكم ثانية، واعلموا أن ما جئتم به قد لبي، فأهلا وسهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله. واسمحوا لي أحب لحيت أبو مروان بالنيابة عن الجميع. الله يحفظك. الفاتحة حسين. الفاتحة. الفاتحة حسين. وإذانا بصدح الخطاب نقرأ الفاتحة. اسمعونا يا أخوان، العريس أصلا بيشكر كل الحضور، ولما ان شاء الله تغادروا بعد ما تتحلوا بسلم عليكم على الباب. بعدين لا ما بدناش نسلم علينا على الباب. انا بحب من هون ومن هون بالنيابه عن الجميع. ما في ابدا وما في ما في، بس انا بدي اعتذر للبقوا وراي، انا من الشايف كثير من نظري على قد حالي، تراني اسف درت ظهركم، والله ما درت ظهري غير متحرف للقتال او متحيز الى فئه، فاعذروني. احبك سلم.